في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الإنسان، شاركت ما يفوق 70 حافظة لكتاب الله في جو روحاني. بادرت بتنظيمه جمعية المعالي للعلوم والتربية بسبدو، والمتمثل في مخيم صيفي للحفظ المكثف لكتاب الله لمدة 10 أيام. أجمل بنات السعودية، فازت قبل كده بلقب ملكة جمال السعودية، ومشهورة في الوسط الشبابي كله. جيل الشباب كله في السعودية يعرفها وبيتابعها، وعدد كبير قوي منهم بيتابعها على صفحتها على السوشيال ميديا. رومي امبارح عملت حركة خلت الكل يتكلم عنها في السعودية، لما بلغت وبشرت كل السعوديين انها حافظت على العهد وعلى التقاليد والعادات السعودية وقت ما كانت موجودة في مسابقة ملكة جمال العالم في إيطاليا. رومي